VIH هو فيروس نقص المناعة البشرية. هو فيروس يهاجم جهاز المناعة اللي في الأصل وظيفته يحمينا من الأمراض. الفيروس هذا يهاجم الخلايا الليمفاوية CD4 واللي تنظم المناعة في الجسم. الفيروس يحتل الخلايا هذه ويستعملها باش يصنع نسخ من روحه. بمرور الوقت فيروس VIH كل مرة يزيد يقضي على مجموعة من CD4، وبهذا يضعف جهاز المناعة وينقص في قدرته على التعرف على الجراثيم ومواجهتها. إذا ما نتحكموش في الفيروس بالدويات اللازمة، مع الوقت الجسم ما عادش ينجم يواجه العدوى اللي جاية من البكتيريات والفيروسات والطفيليات الانتهازية كما السل وسرطان الدم والالتهابات الرئوية وسرطان كابوزي. الأمراض الانتهازية هذه هي اللي تنجم تتسبب في الوفاة. برشا ناس تخلط بين السيدا وفيروس VIH. VIH هو الفيروس اللي يمس جهاز المناعة. سيدا هي مجموعة الأمراض اللي تجي كنتيجة لجهاز مناعة ضعف بسبب الفيروس. السيدا توا ولينا نسميوه المرحلة المتقدمة من الإصابة بالفيروس. ما فماش دواء يبرينا من الفيروس، أما الدويات الموجودة المضادة للفيروسات تمنع الفيروس من أنه يتكاثر ويضر بجهاز المناعة. الإنسان المتعايش مع فيروس VIH واللي ياخذ دواء فعال ينجم يعيش حياة طويلة وصحية وما يتعداش للمرحلة المتقدمة من الإصابة بالفيروس.